في مدرجة رادس بقيادة جمهور الدار السويدي. كرة جول 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 جول، نعم أتفاول محمد علي بن حمودة. بن حمودة يتقدم للترجي بهدف مباغت، بهدف مباغت. الاتحاد الرياضي بتطويل، كرة كانت من بن حمودة، خطأ من الحارس زياد الغانمي. 1-0 للترجي. ألغي الأول، احتسب الثاني لمحمد علي بن حمودة. 1-0 للترجي في أول ربع ساعة في هذه المباراة على كرة ثابتة. هدف باغت الكل. هذه الكرة من بوغرين، لمسة راسية، الغانمي ياخذ كورته ثم يسيبها، وفي المتابعة هناك محمد علي بن حمودة. حتى أنه بدران لم يتفتن للكرة في الشبكة. الكرة الاتحاد الرياضي بتطويل، كرة كانت من بن حمودة، خطأ من الحارس زياد الغانمي. 1-0 للترجي. ألغي الأول، احتسب الثاني لمحمد علي بن حمودة. 1-0 للترجي. جول 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 جول، الله على المولود الجديد في منطقة الجزاء، على قناص الترجيين، على الذي يقول الأرض أرضي والزمان زماني. ظنوا أنهم خلصوها بكرة مرتدة، يعود الترجي ليسجل الثاني. عمل ممتاز، سرعة حاضرة، دهاء كبير. إذا ما يسجل يصنع. حمد الهوني كان في الصناعة. شوف السرعة، شوف المهارة، شوف الهربة، شوف التمريرة. وضع محمد علي بن حمودة في مكان مناسب، قال له سجل. ارشم الثاني للترجي. 2-0 في بداية فترة الثالث من رائد الفادع، رائد منطقة الجزاء ورائد الفضاء. يسجل ثالث الأهداف الترجية في هذه الأمسية. خلاص خلصوها، أنهوها، ترشحوا بها إلى المرحلة الثانية. كرة رائد الفادع تسجل الثالث للترجي. 3-0 الرياضي بتطاوين. اعرض خسارة يتلقاها الاتحاد هذا الموسم بكورة كانت ممتازة جدا من فاروق الميموني. فاروق سدد، زياد الغانمي اهدى كورة لرائد الفادع.